اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. احسن حاجه اتبسطت فيها ان هم ما كسبوش الحقيقه، لان هم من ساعه ما دخلوا هم داخلين يقولوا لي احنا ما كسبناش. طب ايه؟ قلت لهم وبعدين احمد سامي بخيل، انت بخيل. ازيك يا بعت السلام؟ الحمد لله تمام. بقول له كويس، ازيك يا كريم؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ الف مبروك للكسب اكيد طبعا. احمد زكي مبروك عليه بصراحه، فرحه كبيره تلاقيها عنده دلوقتي. يعني ان شاء الله يكون الباقيين كمان ان شاء الله الثلاث اسماء القادمه ربنا يكرمكم وتبقوا فيهم. انا كان رقمي فيه 3-3 عارف، هغيرك هبتدي من الاول وجديد، هقول له استاذ محمد، اقول له لا استاذ محمد. لا طبعا ابعتوا طبعا يا جماعه، المسابقه هتفضل موجوده طوال هذا الاسبوع ان شاء الله، يوم الاربعاء اللي جاي نختار المتسابق الثاني ان شاء الله اللي هيكون معانا في المونديال، مونديال الأندية ومباراة الأهلي ومونتيري. عندك أمل إن الأهلي ومونتيري يبقى بعد يوم 5؟ والله يا كابتن اسلام يعني إن شاء الله، يعني نتمنى يبقى في تأجيل كام يوم، بس القرار اللي طلع يعني امبارح بتأجيل موعد إرسال القوائم قبل 48 ساعة من المباراة، ده قرار جيد أعتقد. يعني إحنا نبعت القائمة بتاعة المباراة يوم 3 فبراير، ده قرار ممتاز جدا 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 ويفيد النادي الأهلي. انا بشوف ان هو يعني ايه الاستفاده، يعني ما هو كده كده معروف مين اللي هيبقى موجود. مش قصدي، بس فكره ان انت هتكون عرفت ساعتها منتخب مصر. عرفت كتير، غير ان انا النهارده اقول لك ابعت القائمه يوم 23 يناير 24 يناير، وانت مجبر خلاص بقى الموضوع، فاهم؟ فان شاء الله اعتقد يعني الفيفا واضح ان في يعني في الكواليس قرارات بتطلع بتخلي الدنيا ابسط من قبل كده. ده كان قرار اعتقد يعني بيفيد النادي الاهلي، تاخير ارسال القوائم، وان شاء الله ليه لا لو فانتينو يعني بس يخلص خناقته مع صامويل ايتو اللي دايره دي تبقى الدنيا. هو الكلام اللي بيتقال على السوشيال ميديا ده حقيقي؟ لا انا عارف ان ثلاث ارباعه حقيقي، لا غير حقيقي. مش بالشكل ده، مش بالشكل ده، مش بالشكل. كان في مشكله كده، انفانتينو واضح واضحه واضحه، انفانتينو قال مش انا مش هو... لا قال احنا اختلفنا. ايوه لا مش لدرجه ان هو قال لا 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 مش الاتحاد الافريقي، لا طبعا الاتحاد الدولي مش هيقعدوا في لا 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 اصل ده بروتوكول. لا طبعا مفيش الكلام ده خالص، لكن انفانتينو قال ان هو شايف ان صامويل ايتو يعني متحمس، واخد الموضوع بشويه حماس زايد على اللزوم، لكن اكيد يعني واضح ان مفيش الكلام الجامد اللي احنا عرضناه على السوشيال ميديا، لكن هو اكيد مليون في الميه ان صامويل ايتو اصلا من تصريحاته قبل ما يكون رئيس للاتحاد الكاميروني كانت كلها متجهه في نفس التراك بتاع ان احنا القاره الافريقيه مظلومه، احنا بنعامل معامله سيئه. وطبعا يعني الامانه في برضه بعض التصريحات اللي هي مش مبرره زي يورجن كلوب، يعني لما طلع واتكلم على البطوله لا وتخل برضه، ده كلام برضه مش لطيف. وان كان طبعا الاجنده الدوليه ما هي برضه في يعني الطقس والمناخ المختلف في القارات دي مش يعني مش ذنب حد. يعني هم عاملين شيء كمان في شهر 6، بلعبها في شهر 6 يا عم، تعالى انت العب كده وريني. ايوه ما ينفعش تعرف شو هتلعبها ازاي في الصيف في افريقيا، يعني انت بتبدي دول في افريقيا عن دول تانية مش تلعبها في الصيف، مش تعرف في الصيف العب شمال افريقيا. لكن انت النهارده في شمال افريقيا ما احنا لعبنا كاس امم في مصر في الصيف، وكان لطيفه ومفيش مشكله. لكن بتكلم طقس وسط وغرب افريقيا في شهور 5 و6 و7 و8، انت بنتكلم على سيول، ويعني والناس اللي سافرت نيجيريا والكاميرون في الشهور دي عارفين انا بتكلم عنه، صعب جدا جدا اصلا تمشي في الشارع مش روحها تلعب بطوله. فبالتالي اعتقد يعني الفتره الجايه ممكن ان شاء الله الفيفا ياخد بعض الامور بشكل جيد ليناسب النادي الاهلي في البطوله ان شاء الله. خبوا الرقم من احمد عشان ما يحفظوش. توقعك يا احمد ان ممكن ولا لا بالنسبه لكاس العالم للانديه؟ صعب لان مش للمسابقه ما تقلقش. صعب لان التذاكر نزلت، يعني تذاكر الماتش الاولاني لا معلش الماتش بدل ما يبقى يوم 5 يبقى يوم 9 مش لازم. بس يعني هنزلوا التذاكر ليه؟ نزلت امبارح ولا اول امبارح تذاكر ماتش الاهلي؟ التذاكر نزلت اول امبارح، فصعب يعني اعتقد صعب يعني يعني ان شاء الله تتحل باذن الله، يعني تيجي حل اللي بتقوله ده. بس حوالي هو صعب وان شاء الله تتحل، يعني هي صعب الامور. لا صعب يعني اعتقد ان احنا لازم خلاص نتكيف على الوضع الحالي. لازم ان احنا ان شاء الله المنتخب باذن الله يوصل لدور ادوار بعيده سواء او ياخد البطوله كمان باذن الله. يعني احنا نجهز نستغل بقى ان في عندنا كاس الرابطه الفتره دي، نبدا اعتقد كاس الرابطه هيبقى شيء جيد. طبعا كاس الرابطه ده هيبقى مفيد جدا للنادي الاهلي في كذا حاجه. اول نقطه ان احنا لازم نجهز العناصر البديله والعناصر الاساسيه اللي ما كانتش بتاخد في الفتره اللي فاتت، زي حسام حسن، زي كريم فؤاد،
زي احمد عبد القادر، زي في لعيبه كتير جدا يعني، وفي برضو ممكن تصعد عناصر من الشباب، يبقى انت في نفس الوقت بتدي لعيبه حسام حسن، قلنا حسام حسن واحمد عبد القادر وكريم فؤاد وياسر ابراهيم ورامي ربيعه وعمار حمدي، لعيبه كتيره جدا. انت عندك تشكيله باسم صلاح محسن، تشكيله قويه جدا تقدر ان انت تديها وتلعب برضو بنفس التشكيل يعتبر هو الاساسي، وممكن تصعد برضو بعض العناصر الشابه زي محمد فخري مثلا مواليد 99، محمد مغربي مساك كويس جدا مواليد 2001 في المنتخب الاولمبي، ممكن تدي فرصه لمصطفى شوبير مع علي لطفي مع حمزه علاء حارس المنتخب الاولمبي، برضو في لعيب يعني محمد فخري زياد طارق، كل دي لعيبه كويسه جدا يعني، ميدو نبيل ميدو اسامه يعني. ممكن انت في نفس الوقت بتعمل خليط، مش معنى كده ان انت هتلعب بالشباب، لا انت هتدي اللعيبه الاساسيه وفي نفس الوقت ممكن تكمل القائمه بالشباب، لو كسبنا لعيب او اتنين مع العناصر الشابه يبقى انت كسبت فرقه اساسيه وفرقه شابه، وفي نفس الوقت جهزت نفسك لكاس العالم للانديه. النهارده لو العناصر اللي هي مش موجوده معاك، انت حوالي 9 لعيبه يعني، هم السته بتوع منتخب مصر، وعندك بدر بانون وعندك علي معلول مش موجود، وعندك اليو ديانج مع منتخب مالي، 9 لاعبين مش موجودين، وبالتالي لازم نجهز نفسنا من دلوقت عشان ما نرجعش بقى نقول ايه، طبعا هيبقى يعني طبعا هيبقى غياب 9 لاعبين ده حاجه فارقه مع النادي الاهلي بالتاكيد، يعني ان انت تلعب كاس العالم للانديه من غير 9 لعيبه اساسيه، ولكن احنا لازم مش هيغيبوا كلهم، مستحيل العالم العالم هيوصلوا فاينل، انت عندك منتخب مالي قوي هيوصلوا فاينل، منتخب مالي مع علي ديانج ممكن يوصلوا نص نهائي، عندك منتخب مالي قوي ممكن يبقى الحصان الاسود يعني سيمي فاينل، ولا ما هيلعب ثالث ورابع برضه يعني كده كده قاعد للثالث ورابع، اشك الاربع منتخبات يوصلوا سيمي فاينل دي تبقى صدفه، فانت صدفه ايه، فاحنا لازم ده كاس الرابطه لازم نستغلها في كده احسن من اللي بعده، كاس الرابطه لازم نستغلها في كده، ان انت لازم تجهز بقى بعض العناصر، وعندك لعيب زي قفشه ما انضمش للمنتخب مع احمد عبد القادر مع بيرسي تاو مع ميكيسوني مع طاهر محمد طاهر، عندك صلاح محسن وحسام حسن، فانت تقدر تعمل برضو ان شاء الله توليفه جيده باذن الله، وتكون جاهز تحسبا لاي حساب من دلوقتي، يحصل اي حاجه المنتخب ان شاء الله وصل للنهايه او اخذوا البطوله او وصل نص النهائي تبقى انت جاهز، ده اللي احنا لازم نشتغل عليه ونسعى، والباقي ان شاء الله بتاع ربنا يعني. يا رب من بوقك لباب السماء، قال لك صعب بس تتحل ان شاء الله. متفائل احمد ايه؟ متفائل ربنا يكرم والله. لا هو لازم نتفائل، اصل هنعمل ايه برضو بيني وبينك، برضو 9 لاعبين كتير جدا ان هم ما يبقوش موجودين، 5 لاعبين 3 لاعبين كتير ان هم ما يبقوش موجودين، حتى لو على سبيل المثال 9 اساسيين يعني، انت بتتكلم على مجموعه معظمها اساسي مع الفريق مش موجود على الدكه، يعني هو 9 دول ومعاهم مثلا بيرسي تاو ومجدي قفش بالظبط اللي ممكن يكونوا الفريق الاساسي، الفريق الاساسي لل لل للنادي الاهلي، وقالي ما نشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي، ولكن اعتقد مع انتخاب مجلس اداره اتحاد كره القدم الجديد برئاسه الاستاذ جمال علام يجب ان يكون لهم دور، ومحطوطين في اختبار صعب جدا يا كريم. طبعا يعني اكيد مجلس اداره ومنتخب افضل الشكل افضل من حته ان في لجنه متعينه من قبل الفيفا في السنتين اللي فاتوا، ربما طبعا انتخابات كانت نزهه يعني، الموضوع كان بسيط ما فيش منافسه قويه، لكن بنتمنى لهم التوفيق، بنتمنى لهم ان هم يكونوا معانا، شافوا المشاكل، شيء جيد ان تبقى انت متابع يعني، شيء جيد تبقى انت شايف لا مش قصدي، شيء جيد انك متابع المشاكل عارف ايه هي، لان اكيد وانت متابعها ليك وجهه نظر وليك راي، لما انت بقى تبقى قاعد على الكرسي وفي المنصب المفروض يبقى الامر سهل بالنسبه لك في مواجهتها، بس اهم حاجه ان انت فعلا وانت بتواجه الملفات اللي عندك تبقى واضح ومباشر. عجبني جدا النهارده ان معظم يعني الاتحاد لما اتكلموا على حته كاس الامم والكان والحته ان احنا رايحين مش هنروح تمثيل مشرف ورايحين نكسب البطوله، وبالتالي كيروش هما بكره رايحين المعسكر المنتخب فراح هوب كيروش مشفت تصريحاته، وطبعا بعد شويه عن الكلام المفروض كان يتقال في الغرف المغلقه اللي هي بنود العقد، زي ما انت حضرتك تفتكر هنا في البيت الكبير انا قلت لحضرتك من قيمه اسبوع قلت لك عقد كيروش ما فيهوش اي بند بيلزمه بتحقيق اي شيء في كاس الامم، ولكن الحاجه البند الوحيد اللي محطوط في عقده هو التاهل ل المونديال، لو ما تحققش من حق اتحاد الكرة ان هو يفسخ العقد، وبالتالي انا بشوف ان اتحاد الكرة النهاردة في التعامل مع التصريحات على كاس الامم اعتقد كانت تصريحات جيدة، وواضح جدا ان الجميع بيتكلم بنفس اللغة اللي احنا بنتمناها، هو ده امر اثر على كيروش ونتمنى له ان شاء الله حتى لو في انتقاد نتمنى ان هو يكون اتعلم الانتقاد في بطولة كاس العرب، وان شاء الله نقدم بطولة كاس افريقيا
مختلفة عن اللي قدمناها في 2019. متوقع ايه لمنتخبنا يا احمد في البطولة؟ يعني ان شاء الله يعني انا متفائل، يعني ممكن اعتقد ممكن نوصل نص نهائي. يعني ممكن نوصل نص نهائي، بس هي في حاجة، انت على حسب الطريق، انت لو صعدت اول لازم تصعد اول في مجموعة مصر، لازم. ليه؟ عشان تبعد عن الجزائر. يعني انت لو صعدت تاني هتقابل اول مجموعة الجزائر، بصراحة هتخرج بدري. لو صعدت تاني من مجموعة مصر هتقابل الجزائر، دي نقطة مهمة لازم تكون في الحسابات، لان الجزائر حاليا اقوى منتخب افريقي وهو المرشح. بشوف ان هو مع السنغال بصراحة. وهو طبعا، بس الجزائر اقوى كمان، لان الجزائر عندها انسجام اكتر من فرقة السنغال. عندها مدرب محترم جدا جمال بالماضي، عامل معاهم شغل محترم جدا. فانت لو انت صعدت اول يبقى انت بعدت عن الجزائر، مشوارك هيبقى فيه ثالث المجموعة، يعني هتلعب ثالث اللي هو من احسن الثالث. وبالتالي هتبقى طريقك اسهل شويه. في دور الثمانيه هتقابل غانا او بوركينا فاسو، فطريقك هيبقى اسهل شويه ان انت توصل نص نهائي لو صعدت اول في المجموعه. عشان كده بقول لو صعدنا اول احنا ممكن نوصل نص نهائي، لكن لو صعدنا ثاني هتقابل الجزائر في دور ال 16، فهتبقى الامور صعبه جدا. فمن ده انا شايفه بالنسبه لطريق مصر يعني. فلازم الجهاز الفني يشتغل على النقطه دي، ان انت لازم تصعد اول، مهم قوي ان انت اول مباراه. احنا حظنا مش حلو ان انت هتقابل نيجيريا اول مباراه دي برضو، بس احنا عملناها في 2010 بس وكان كسبنا يعني في المباراه الاولى. اعتقد غياب فيكتور اوسيمين الاخير ده بسبب كورونا. فيكتور اوسيمين لا فيكتور نفسه لوحده غيابه يعني اداك هداف، وهداف نيجيريا في التصفيات مرعب. كمان لا مرعب مرعب، بتتكلم مهاجم واتفورد فاعتقد يعني بيديك مساحه كبيره قوي ان انت تلعب فريق مختلف عن الفريق كنا ممكن نلعبه لو فيكتور اوسيمين كان اربعه. هو كريم كمان في اربعه، بس هو بنتكلم على يعني على في ثلاثه جامدين قوي يعني، اوسيمين ودينيس مهاجم واتفورد ده برده ماشي بشكل كويس جدا في الدوري الانجليزي غايب. والمدافع الاساسي بتاعهم بالاجون اللي هو كان بيلعب في البوندس ليجا وراح رينجرز الاسكتلندي، ده بتاع احمد حجازي بتاعهم، نفس الستايل بتاعه نفسه مدافع خبره. بس لسه في عندهم نديدي وعندهم احمد موسى وعندهم موسى سايمون ده طبعًا. موسى سايمون ده نفاس وشكويزي طبعا بتاع فيا ريال، يعني فرقه قويه. لكن اكيد بعد غياب فيكتور اوسيمين بيدينا يا كابتن اسلام مساحه ان احنا المباراه دي فعلا تبقى يعني انا شايفها المباراه بقت اسهل شويه عن وجود فيكتور اساسي مع الفريق ده. احنا بنتكلم على مهاجم مؤثر ما يشبه كده تأثير محمد صلاح معانا. ياه طبعا انا فيكتور اوسيمين طبعا بنتكلم يعني. طب احنا هنتكلم اكتر على الشاشه تقالي على المنتخب النيجيري وبقيه المنتخبات، ولكن نخلي المنتخبات نتكلم عنها في على الشاشه. لكن خليني ارجع مره ثانيه لكاس الرابطه يا كريم. هل ترى كاس الرابطه لها دور في ايقاف الاهلي ان شاء الله على رجله يعني خلال الفتره اللي جايه ولا لا؟ طبعا فكرة رائعة جدا ان هي بتدي مساحة للمجموعة الغير الدولية اللي مش بيتم يعني اختيارها سواء للمنتخب الاول او حتى بعد كده للمنتخبات الاولمبية. يعني انت الفترة دي تلعب فيها بطولة ثالثة مع الدوري والكاس، اعتقد امر جيد بيدي اللعيبة مساحة للاحتكاك وكمان ذهنيا. ان انت يعني طبعا في الماتشات في الفترة دي كنا بنلعب ماتشات ودية، فطبعا اي لاعب ما بياخدش الماتش الودي بنفس الاهميه بالماتش الرسمي. وانا متاكد ان مع منافس مع يعني مرور المباريات والمنافسه وتصاعد المنافسه الايام الجايه هتسخن طبعا. بدايه انا في وجهه نظري مع ماتش الاهلي والاسماعيلي ماتش الاهلي والاسماعيلي هتبدا ناس مهما كانت الامور، بس ماتش الاهلي والاسماعيلي طبعا ماتش جاي. انا اعتقد ان ده مفيد للنادي الاهلي بشكل كبير، وضعا في الاعتبار طبعا ان في انديه كتيره ملهاش لعيبه في المنتخب، فبالتالي هم بيلعبوا بنفس اللعيبه اللي بتلعب في الدوري فاهمني يا كابتن سامي. فبالتالي انا شايفها احتكاك جاي جدا جدا جدا, جداً للاهلي وللزمالك طبعا. وشايفين الاهلي فيه قفشه هيلعبوا احنا لو قلنا تشكيله كده مع بعض قلنا تشكيله اساسي يعني علي لطفي في حراسه المرمى، لو موسيماني هيلعب بثلاثه ورا هيحط محمد هاني ورامي ربيعه وياسر ابراهيم، دول الثلاثه كريم فؤاد ومحمود وحيد، اثنين ارتكاز عمار حمدي واحمد عبد القادر، وقدام بيرسي تاو وقفشه وحسام حسن، وعندك صلاح محسن احتياطي، عندك مغربي مساك احتياطي هيخش معاهم، عندك محمد اشرف باك ليفت منتخب اولمبي باك شمال كويس جدا، عندك قدام طاهر محمد طاهر، عندك الشحات في دكه قويه جدا يعني تشكيله قويه. مصطفى شوبير في حراسه المرمى الحاجه برضو الوحيده، بس فعلا تحس ان هو ايه خط وسطنا اتخذ بالكامل هو ده الخط الوحيد اللي فيه ازمه يعني سبحان الله. عمار وعبد القادر الاثنين بلاي ميكرز الاثنين بلاي ميكرز الاثنين ناقصين عندك منتخب مصر واليو ديانج كمان ممكن تحط عمار ومعاه مثلا
بس مفيش هارد ديفندر ست. ممكن تحط ياسر ابراهيم وجهه نظري او رامي ربيعه. ممكن رامي ربيعه ممكن وتلعب اربعه. هو لو فضل بيلعب بثلاثه ورا هيحط رامي في اللي هو مركز حمدي فتحي. وهيبقى قدامه احمد عبد القادر وعمار حمدي وهيخش معاهم بقى. هو هيصعد ممكن هيبقى معاه فخري من فرقه الفات الشباب. هو معاه فخري في الحته دي بالعكس كده. انت عندك الوقت ده ان انت تقدر تغير فيه كيفما تريد. صح صح. محدش هيقول لك يعني لانه طبعا جمهور النادي الاهلي فاهم كويس جدا ان المباريات دي هتكون اكثر تجريبيه يعني من اي شيء اخر لانه النادي الاهلي بيعد نفسه لبطوله كاس العالم للانديه. عايزين نكسب وعايزين نفوز بالبطوله ولكن في النهايه هي اعداد اكثر منها اي شيء اخر يعني. ولازم كمان كل لاعب مستني الفرصه دي فرصته يعني. واحد زي حسام حسن ما بتلعبش اهو 8 ماتشات جات لك الفرصه. واحد زي كهربا واحد زي طاهر محمد طاهر مشى وسجل الشحاء. عمار حمدي كريم فؤاد محمود وحيد لعيبه اللي المفروض اللعيبه بتاعه النادي الاهلي انت جات لك الفرصه اهو عندك 5 ماتشات موت نفسك بقى. ريتمك عايزين عندك 5 ممكن تلعب السادس في كاس العالم. صح يعني صح 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 يعني لو انت اثبتت نفسك. اثبتت نفسك صح. تلعب السادس في كاس العالم. صح كلمه حلوه قوي كمان يعني. نفس الماتشات مهنتين دي نقطه مهمه. نفس الفرقه دي هي الدوري يعني مفيش اختلاف. عشان برضو بعض اللاعبين ممكن يقول لك ايه انا بيتم تجربتي في بطوله اقل. لا خالص هي نفسها لان معظم منتخب مصر اصلا متاخد من الاهلي والزمالك وشويه من بيراميدز والمحترفين وخلاص ونادي طلع الجيش او نادي فيوتشر 6-3 بس. فبالتالي اعتقد دي فرصه كويسه وبحيي بصراحه صاحب الفكره جيده جدا 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 وتفيد اللاعبين وتفيد الانديه وان شاء الله نلاقي فيها منافسه جيده. كنت بس اتمنى الجوائز يعني تزيد شويه بس مفيش يعني. كان معايا الاستاذ احمد دياب امبارح وقال انه هو ده يعني الرابطه دافعه ايجار الملاعب اوكي ودافعه اعتبروها يعني من التكلفه للانديه ودافعه مستحقات الحكام جميل مستحقات الفار أوكي. وقال لي 4 حاجات والرابعه البرودكشن بتاع النقل المباريات. والله بص يا كابتن كبدايه حاجه ممتازه. لا كبدايه حاجه ممتازه. ممكن يخلص السنه دي يبقى الاول ياخد 1.5 مليون والسنه الجايه نضاعف لما يعني طبعا يكون في رعاه يخش والبطوله طبعا يعني تجيب ثمنها برضو. محتاجين برضو النقل والمتابعه. هنشوف متابعه الجمهور ليها خصوصا ان هي جايه في متزامنه مع بس المباراه هتبقى الساعه 2:30 بتاعت زمان دي فاكر ان هي بتاعت ايوه عشان مواعيد كاس الامم الثمانينات اللي احنا كنا نخلص صلاه العصر وتسمع اللي هو بيخش جون الاهلي في صلاه العصر. كان دايما الكابتن شطه يحكي لي الموضوع ده. فان شاء الله تبقى بطوله جيده وانا شايف احتياج جيد وباذن الله الجميع يستفاد منها يا رب ان شاء الله. على الجانب الاخر احمد هي فرصه للجميع زي ما حضرتك بتقول ولكن ايضا قد تكون بتحط ضغط على بعض اللاعبين لانه يعني انت سامع كلام كتير جدا خلال هذه الايام واشاعات كثيره جدا محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل. انا شايفها لا فرصه كويسه جدا لكل اللعيبه مش ضغط يعني. انت عندك ماتشات تعتبر 5 ماتشات اهو بتتمرن بشكل كويس تقدر تثبت نفسك يعني. محمود وحيد معلول طبعا بسم الله ما شاء الله عليه فما بيلعبش محمود وحيد. طب انت جات لك الفرصه اهو بقى بالراحه كده موت نفسك في المباراه الجايه. واحد زي كريم فؤاد النهارده كريم فؤاد ده لعيب جوكر. أيوه. ممكن تحطه باك يمين ممكن تحطه باك شمال ارتكاز جناح يعني. كريم فؤاد ده برضو انت ممكن لو اثبت نفسه تلاقيه اساسي في مباراه من مباريات كاس العالم يعني. فدي المباريات حتى الناشئين اللي ممكن يتصعدوا او ممكن ياخدوا فرصه لازم كل اللعيبه دي في الفتره الجايه تموت نفسها. ليه؟ ان انت الفرصه اللي تجيلك لازم تتمسك بيها ولازم تشتغل صح في مباراه كاس الرابطه. تاخدها بكل جديه وتلعبها. النتيجه دي حاجه بتاعت ربنا ولكن لازم ان انت تجتهد وتعمل اللي عليك. وبرده بالنسبه لحراسه المرمى عايزين نشوف برده حارس زي مصطفى شوبير ان احنا ما شفناهوش قبل كده يعني غير مباراه واحده بس. لما ياخد برده في مباراه دي اتمنى ان شاء الله انه ياخد مباراه ونشوفه. كذلك حمزه علاء حارس المنتخب الاولمبي. فعندنا برده نقطه حراسه المرمى النهارده لما بتصنع علي لطفي طبعا هو اللي اكيد هيبدا اول مباراه يعني. فعلي لطفي برده لما انت بتكتسب خبرات لحارس تاني او بتدي بياخد الماتشات تدريجيا ويجيب البدني بتاعه ويبقى فيه منافسه. النهارده بتخلق نوع من المنافسه. الاساسيين لما يرجعوا يبقى فيه منافسه وده اللي اتعودنا عليه في النادي الاهلي. وهو ده اللي احنا عايزينه دايما خلال الفتره اللي جايه في النادي الاهلي لان الكل ينتظر مباريات النادي الاهلي في كاس الرابطه لانها قد تكون في حاله بقاء الامور على ما هي عليه قد تكون المباراه الاولى للنادي الاهلي ان شاء الله يوم 5 فبراير وتتعارض وان شاء الله يكون منتخبنا الوطني وصل للمباراه النهائيه. فسيكون وجهه النظر يعني الواضحه انها ستكون خير اعداد للنادي الاهلي قبل كاس العالم للانديه. عموما
بما اننا بنتكلم عن المنتخب وماذا سيحدث مع منتخبنا الوطني، هنتكلم عن المنتخبات الاخرى في نفس المجموعه، منتخب نيجيريا، منتخب السودان، ومنتخب غينيا بيساو، ولكن بعد هذا الفاصل مع احمد ثابت وكريم سعيد على الشاشه او على السبوره زي ما انا دايما بسميها. نطلع فاصل وبعد الفاصل سبوره البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين مره اخرى. طيب النهارده الموضوع مختلف شويه، النهارده عندنا المدير الفني لمنتخبنا الوطني كارلوس احمد ثابت، وعندنا المدير الفني لنيجيريا مش فاكر اسمه اوجستي كريم سعيد اوجستي. خلينا نشوف النهارده منتخب مصر وهو بيلاعب منتخب نيجيريا ايه اللي هيحصل من خلال وجود طبعا كريم سعيد واحمد ثابت على الشاشه. اتفضلوا. طيب في بدايه كابتن اسلام، انا وجهه نظري منتخب مصر عنده مشكلتين مع منتخب نيجيريا. طبعا في منتخب نيجيريا قعد فتره طويله مع المدير الفني المخضرم الالماني رور، ورور سابهم قبل الكان وجه باسيرو بشكل رسمي، ولكن باسيرو اتفق مع الاتحاد النيجيري ان هو يتولى القياده رسميا بعد كاس الامم فعليا يعني، لكن هو هيتابع الفرقه في الكان ومش هيتحمل مسؤوليتها، اللي هيتحمل المسؤوليه الكامله المدرب المساعد اوجستين اللي هيكمل مع باسيرو، وباسيرو هيبدا يشوف الفرقه عشان النوك اوت بتاع التصفيات الاخيره للمونديال. ايوه. ايه المشكلتين اللي انا بتكلم عليهم لمنتخب مصر قدام منتخب نيجيريا، ولما نجيب السبوره ونشرح الطريقه اللي بيلعب بيها المنتخب النيجيري. المنتخب النيجيري في وجهه نظري اول مشكله لينا معاه هي طريقه اللعب. طريقه اللعب منتخب النيجيري في مبارياته الاخيره كان واضح جدا ان الفرقه متجهه للثلاثه خمسه، ممكن عشان الفيديوز اتنين، والطريقه دي مين واجهنا بيها في بطوله كاس العرب يا استاذ احمد؟ المنتخب التونسي، منتخب التونسي مع منذر الكبير لعبنا بثلاثة ورا وبخمسة ورا، ووضح ان احنا كان عندنا مشاكل فنية في التعامل او اللعب قصاد فرقة بتلعب بالطريقة دي. وطبعا اكيد مليون في المية ان سكواد او قائمة المنتخب التونسي اضعف بكتير من قائمة المنتخب النيجيري. لما نيجي نقول اسماء منتخب تونس صعب جدا اقول ان هم عندهم نفس الامكانيات او عندهم نفس لا بس الأسماء. منتخب تونس عندهم لعيبه كويسه جدا جدا يعني، اتفضل. لكن في وجهه نظري يعني بقول يعني أوكي. نيجيريا اقوى شويه كقائمه لاعبين، خصوصا كمان الانديه اللي بيلعبوا فيها في اوروبا، وبالتالي اول حاجه احنا محتاجين نفكر فيها هو ازاي هنواجه فرقه بتلعب بالثلاثه خمسه اتنين، خصوصا ان احنا بنتكلم على فريق ما بيدكش المساحات اللي انت محتاجها على الاطراف، سواء على الطرف اليمين او على الطرف الشمال. وكمان النهارده لما نشوف كلام احمد موسى على محمد صلاح نستشف منه ان هم اصلا مركزين جدا جدا مع محمد صلاح. محمد صلاح طبعا عامل احمد موسى لاعب نيجيريا طبعا احمد موسى لاعب مخضرم، وشفنا طبعا احمد موسى في مونديال 2014 كان حاجه بصراحه حاجه عظيمه يعني، لعيب قوي جدا جدا ومكمل لغايه دلوقتي، وطبعا اكيد مش هيبقى اساسي مع الفريق بسبب عامل السن، ولكن لاعب خطر جدا جدا ان احنا لازم ناخد بالنا منه وناخد بالنا من تصريحاته. تركيز محمد صلاح واضح جدا، المنتخب النيجيري هيلعب ال 3 5 2 عشان يوقف بيها محمد صلاح. محمد صلاح طول ما انت بتلعب قدامه باربعه في ازمه. صح. بالنسبه لك، لكن لما تلعب قدامه بثلاثه هيبقى هنا عندك محمد صلاح عنده مشكله مع اللاعب ده. هيبقى في النهارده مثلثات معموله من اللاعب ده اللي هيقدر كونج اللي هو بيلعب في واتفورد. هنجيب بقى التشكيل. انا بتكلم الاول بس يا احمد على ايه؟ على الخطه نفسها. في مساك، لو سمحت سيب مدرب منتخب نيجيريا يقول اللي هو عايزه. في مساك هيبقى متطرف على الطرف عشان يقفل لك الجناح، واصلا اوريدي في جناح قدامه، وكمان انا في وجهه نظري المهاجم التاني اللي امامي هيبدا ناحيه اليمين يرحل عشان يقفل الجبهه دي قدام محمد صلاح. محمد صلاح هيبقى عنده ما يشبه المهمة الثلاثية قدام المنتخب النيجيري يا كابتن ستايب. تعال بقى نتكلم على الأسماء اللي احنا هنشوفها في الملعب. طبعا أحمد قال واحنا قاعدين إن بالوجان لاعب مدافع رينجرز مش هيبقى موجود في القائمة بسبب برضو المشاكل اللي حاصلة في موضوع كورونا. طيب مين بقى المدافع التاني اللي عندهم؟ تروست
ايكونج مدافع واتفورد الانجليزي، مدافع قوي جدا جدا جسديا، ربما يكون لاعب بطيء بس هو بيلعب دايما في العمق، ما بتلعبش على الطرف ان هو بطيء، لكن قوي جدا على المستوى البدني. اللاعب الثاني الممتاز في دفاع نيجيريا في وجهه نظري الشخصيه استاذ احمد اوازيم لا مدافع لانا سبور التركي، لاعب مهم جدا 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 في الدفاع النيجيري. واللاعب اللي في وجهه نظري هيخش بدل بالوغان هو هيبقى كينيت اوميرو، والثلاثه دول اكيد طبعا منتخب النيجيري خسر بالوغان طبعا لاعب مهم جدا في الدفاع، ولكن فكره الثلاثي ده في دفاع منتخب نيجيريا اكيد مع الطريقه هيديهم عمق دفاعي مميز. لما نبص على الاطراف نروح نشوف على الجبهه الشمال اللي في وجهه نظري الفول باك اللي هيواجه محمد صلاح هو جاميلو كولينز، الفول باك لنادي بادربورن الالماني، بيلعب في الدرجه الثانيه، مدافع كويس ولاعب كمان سريع وبيقدر يطير على الجبهه دي، لكن اكيد هيبقى عنده مهام دفاعيه مع محمد صلاح. على الناحيه الثانيه نفاسه نيجيريا الصاروخ السريع جدا 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 موسيس سايمون لاعب فريق نونت الفرنسي، لعيب سريع للغايه محتاج بصراحه جهد بدني كبير عشان تقدر تواجه السرعه بتاعته على الاطراف. نيجي في وسط الملعب حدث ولا حرج طبعا الهاف ديفندر الاساسي لفريق ليستر الانجليزي، طبعا واحد من نجوم الدوري الانجليزي واحد من نجوم فريق ليستر ويلفرد نديدي، طبعا كلنا بنتابعه مع ليستر سيتي خلال الفتره الاخيره ولاعب مميز جدا جدا جدا، وفي قدامه طبعا هيبقى في موجود ايوبي طبعا لاعب خط وسط نادي ايفرتون، وطبعا قريبه اللي بيلعب في رينجرز الاسكتلندي. ونروح لقدام بقى طبعا فيكتور زي ما قلنا في بدايه الفقره ان فيكتور اوسايمن مهاجم نابولي مش موجود، فبالتالي انا في وجهه نظري كان المفروض يخش بداله ايجالو، بس ايجالو طبعا عنده من قيمه ساعتين في ازمه كبيره جدا ما بين ايجالو وما بين نادي الشباب السعودي، نادي الشباب مش عايزه يسافر، وفعلا واضح ان في يعني تصرفات من ضد النادي اللي هي متعمده ان هو ما يسافرش، وفي دلوقتي مفاوضات مع الاتحاد النيجيري عشان يلحق البعثه، اللي في وجهه نظري البديل الامثل لفيكتور اوسايمن هو اودين ايجالو. طبعا المهاجم الثاني بيلعب معاه هيبقى ايناتشو مهاجم نادي ليستر وبرده زميل نديدي في نفس الفرقه، بقى تشكيل قوي جدا وجهه نظري. الفرقه دي والاسماء دي ايه اللي يديهم قوه زياده؟ طريقه اللعب، طريقه اللعب 3-5-2، ودي بقى الاستاذ احمد كيروش هيقول لنا ازاي ممكن منتخب مصر يلعب قصاد الفورميشن او قدام التكتيك اللي انا شرحته. مستر احمد كيروش اتفضل. مستر احمد كيروش، يعني انا شايف اولا ان نيجيريا فيها رابكه قدام، فيها غيابات كتير، ثلاثه راس حربه مش موجودين اساسيين، فانت لازم تستغل النقطه دي ان انت لازم تضغط عليهم من بدري، واضح جدا ان هم خايفين من محمد صلاح، لازم تضغط من بدري ولازم انت اللي تاخد المبادره مش انت اللي تسيب لهم المبادره. تعال نشوف تشكيل منتخب مصر الاقرب. طبعا في حراسه المرمى محمد الشناوي، الاثنين المساكين ككروش طبعا بيعتمد عليهم اساسي احمد حجازي ومحمود الونش، ناحيه اليمين اكرم توفيق، واكرم توفيق طبعا هيبقى عنده صراع قدام كولينز اللي هو الظهير الايسر بتاع نيجيريا، والناحيه الثانيه احمد فتوح عنده معركه رهيبه جدا مع الباك اليمين السريع اللي هو موسيس سيمون. ما اعرفش، انا متخيل ان هو ممكن يكون ايمن اشرف اقرب، انا الناحيه الدفاعيه اقوى من ايمن اشرف مكان ويضم في الحالات دي ويضم في الحالات الدفاعيه ويلعب بثلاثه مساكين. اعتقد بالنسبه لكيروش صعب، يعني كيروش بس هو على رايك هو كيروش دايما بيحافظ على الاربعه الاساسيين ورا ما بيغيرهمش. اكرم توفيق فتوح لا واحمد لعيب جامد جدا، بس هو في الاخر انا اقصد ان يعني الناحيه الدفاعيه اقوى لايمن اشرف، بس هو النهارده انت بتلعب بطريقه كيروش 4-3-3، الاربعه دايره نكمل دايره يا جماعه، ادي ماشي ادي الاربعه بتوع منتخب مصر اهم، الثلاثه اللي في النص طبعا هنا هيبقى حمدي فتحي بلا جدال، حمدي فتحي هو اللي بيرجع يغطي ورا بالعمق الدفاعي وهو اللي بينزل يستلم ويعمل التمريرات الطوليه. أيوه. ناحيه اليمين دي بقى المشكله اللي هتواجه كروش، عمرو السوليه مش موجود، طب انا البديل بتاعه مين؟ مين الاقرب اللي يلعب في الحته دي؟ هل عبد الله السعيد هيستحمل الاسماء اللي انت قلتها كريم والجهد البدني بتاعه، ولو انا عايز اعمل ضغط عالي اكيد لا، هيبقى صعب جدا، عبد الله هياخد وقت 10 دقائق ربع ساعه، فانا اعتقد ان الاقرب للمركز ده بالنسبه لكروش هيبقى واحد من الاثنين، يا زيزو الزمالك لاعب نادي الزمالك، يا اما تريزيجيه
تريزيجيه لعب المركز ده في بدايته كلاعب 8. اعتقد ان ده هيبقى الفكر بتاعه، ان هو هنا تريزيجيه في الحته ديت او زيزو. زيزو الاقرب بنسبه 70%، ممكن بديله يبقى تريزيجيه. طبعا هنا محمد النني لا خلاف عليه، دول الثلاثه الارتكاز. وجهه نظر انا، معلش انا هقولها مستر كيلوش، ان هنا احمد حمدي فتحي من ناحيه اليمين النني، ناحيه الشمال تريزيجيه. تريزيجيه لو تريزيجيه لعبها، بس لو زيزو لعبها هيبقى يمين. هيبقى يمين يعني على حسب، لو زيزو هنا هيبقى هنا، لو النني هيبقى هنا. صح. تمام، على حسب، على اساس ان السوليه ده كان مكانه، فانا كنت بتكلم ان ده بديله. نيجي بقى للثلاثه اللي قدام برضو. طبعا هنا محمد صلاح، هو كيروش اتكلم في المؤتمر الصحفي وقال ان انا بلعب بطريقه 4-3-3 دي عشان خاطر محمد صلاح. هو الطريقه اللي نجح فيها في ليفربول مع يورجن كلوب ان هي ما بتديلوش مهام دفاعيه كتيره. ادي محمد صلاح، وهنا مفروض عمر اختار الاو تاني. ماشي، محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد، ده بنسبه 99% هيبقى. عندك تشكيل قوي قوي، تشكيل قوي جدا صراحة. وعندك دقه قويه جدا، وعندك بالظبط، اتفضل، عندك دقه قويه. انت عندك مثلا هنا ممكن لو دخلت عمر مرموش وتودي تريزيجيه جناح، عندك رمضان صبحي وينج، عندك بديل لمحمد صلاح زيزو، عندك الثلاثه اللي في النص احنا اتكلمنا قلنا ممكن تريزيجيه 8 وقلنا ممكن زيزو، وعنده كمان ممكن يدخل واحد زي مهند لاشين كبديل، عبد الله السعيد بياخد في الحته ديت. فانت عندك حلول كتير، عندك اللي ورا بسم الله ما شاء الله في محمد عبد المنعم، في محمود علاء، في باكات، فعنده تشكيله وسكواد قوي جدا يقدر ان هو يواجه بيه منتخب نيجيريا. انا شايف ان انت لازم تضغط ضغط عالي من البدايه، اول 10 دقائق حتى على نيجيريا تحاول ان انت تجيب هدف مبكر، هتفرق معاك جدا. دايما الدخول للبطوله مبكرا بهدف وان انت تسجل بدري بتمشي مع المنتخب. يعني لو نفتكر 2010 احنا كنا كلنا 2008 2010 كنا كلنا خايفين لما مشت معانا وجبنا هدف بدري، وحتى نيجيريا كانت سجلت فينا التعادل او سجلت مبكر واحنا رجعنا. فدي حاجه مهمه جدا. تعال بقى نيجيريا لازم عشان تضربها تعتمد على برضو الضربات الثابته. عندنا ميزه ان الثلاث منتخبات اللي هنلاعبهم عندهم مشاكل في الضربات الركنيه والضربات الثابته، وده لازم يبقى كروش بيشتغل عليه في اليومين دول. لازم تحفظ لعيبه منتخب مصر الضربات الثابتة في مشكلة. تعال نشوف نيجيريا في كام واحد جوه الضربة الركنية. 1 2 3 4 5 6، ادي 9 لعيبة واتلعبت جوه منطقة الجزاء. وطبعا هنا يعني هما بيلعبوا مان، ما بيلعبوش زون، هو موقف واحد بس على القائم القريب وواحد هنا وبيلعبوا مان، فواضح جدا ان دي طريقة لعبهم. وعندهم مشكلة واضحة في ده، هدف كان الراس الأخضر الماتش الأخير كاب فيردي جابوا فيهم جون من ضربة ركنية، فدي مشكلة واضحة. لازم ان انا ادرب اللعيبة في اليومين دول على تكتيك الضربات الركنية والثابتة بحيث ان احنا نقدر نستغل الحاجة دي، النقطة دي المهمة جدا. برضو لو شفت غينيا بيساو هتلاقي في نفس المشكلة عند غينيا بيساو، برضو ضربة ثابتة، ده جون المغرب في غينيا بيساو. بص كام واحد، 7 في الحتة دي بس، الغينيا بيساو اللي هي اللي لابسة اخضر والمغرب اللي لابسة ابيض، هنا 7-5. وبص هتلاقي الجناح اللي هو لابس رقم 15 ده واقف لوحده، اللي هو بتاع المغرب اللي عليه الدايره الزرقاء ده واقف لوحده خالص. يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9، كل اللعيبه واقفه وده واقف لوحده وبيلعبوا برده مان وده واقف لوحده او فاضي. ففي نكمل بقيه اللعبه هنلاقي ان هو اللعيب ده بقى فضل لوحده واتلعب جوه منطقه الجزاء ودخلت هدف. فانت عندك حظك حلو ان انت بتلاعب فرق الثلاث فرق اللي انت بتلعبهم في المجموعه عندهم مشكله في الضربات الثابته. ده شيء طبعا مهم اكيد، بس انا تاني بشوف ان زي ما قلت يا احمد ان هدفنا صداره المجموعه. طبعا هدفنا هدفنا صداره المجموعه. صداره المجموعه مهمه يا كابتن اسلام لتجنب مواجهه محتمله قدام الجزائر. وبالتالي انا اهم ماتش عندي فعلا ماتش نيجيريا. انا شايف ان احنا قدام غينيا بيساو قدام السودان فعلا في فجوه كبيره في المستوى، والمفروض الست نقاط قدام غينيا بيساو والسودان يبقوا مضمونين، ولكن الصداره هتتلعب على مباراه او مباراه ما بين مصر ونيجيريا. هنا بقى السؤال اللي احنا محتاجين نجاوب عليه يا كابتن اسلام، هل طريقه 4-3-3 اللي بيطبقها كيروش في الفتره الاخيره واللي شفناها في كاس العرب، هل هي وطريقته والتكتيك بتاعه مناسبه للتعامل مع 3-5-2 او 5-3-2 اللي احنا شفتها وتونس لعبتنا بيها؟ وللامانه منذر الكبير تفوق علينا تماما. هقول لحضرتك، هقول لك على حاجه كريم، انت الثلاثه اللي انت كنت بتلعب بيهم غير الثلاثه دول، انت مختلف. محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد، لا الوضع هيبقى مختلف، وضع مختلف تماما. بس احنا لعبنا بالتشكيل ده قدام، خلي بالك ما هو زي ما انت بتقول يا كريم، كل المنتخب نيجيريا عامل حساب لمحمد صلاح طبعاً. وعارفين مرموش طبعاً. كويس، وعارفين مصطفى محمد كويس طبعاً. هيبقوا او يعني المدرب بتاعهم اكيد فاهم الموضوع كويس، فهيبقى الباك رايت وهو بيجري
عامل حسابه ان انا عندي مرموش. اكيد طبعا طبعا باك ليفت وباك رايت. انا عامل حسابي ان محمد صلاح موجود. طبعا انا بس بتكلم في حته ايه يا كابتن اسلام، بتكلم في التطبيق التكتيك. مثلا ماتش انجولا احنا كنا بنلعب بالفول سكواد بتاعنا بكماسيه واتاخرنا 2-0 في الشوط الاول، بعيدا عن حته ان البنالتي كان بنالتي او بنالتي مش بنالتي، بس ورجعنا الشوط الثاني. بس اللي بتكلم فيه ان انت في بعض الاحيان بتقف عاجز تكتيكيا عن مساعدة اللاعبين، لان اللاعبين طبعا اكيد قوه مصر الحاليه اقوى في وجهه نظري من السكواد اللي لعب كاس افريقيا 2019، ده بدون شك اكيد امر ده واقع. ولكن السؤال هنا هتستغلهم ازاي؟ هتوظفهم ازاي؟ هي دي الفكره. انا في وجهه نظري كيروش لازم في بعض الاحيان ما يبقاش متمسك بالاربعه ثلاثه بتاعته لابعد شيء، لا في بعض الاحيان ممكن الجا ليه 3-4-3 اذا مثلا فكره ايمن اشرف لعب معايا انا بصراحه بحبسها جدا. ليه؟ لانها بتديني عمق دفاعي ممكن اواجه بيه العمق الدفاعي بتاع المنافس. ولا والعمق الهجومي بتاع المنافس ده طبعًا. انت محتاجه في السرعات بتاعت نيجيريا اكيد طبعا مجموعه المهاجمين طبعًا. اللي كانوا موجودين قدام طبعًا. انت محتاج العمق الدفاعي يكون عندك كويس بالظبط. لان فاكر في حته ايه ان خلينا كده بصراحه كابتن اسلام كيروش لسه جديد علينا، ومهما النهارده كان عنده خبره ومهما كان عنده قدرات اكيد عنده قدرات تدريبيه كويسه، بيحتاج وقت عشان نفهم اسلوب الفريق اللي هو لسه ماسكه طبعا، بعيد عن التصريحات الدبلوماسيه اللي هو بيقولها. فاحنا في الاخر مش عايزين نبقى محطه تجربه في وقف قدام نيجيريا، ما ينفعش اقول ايه انا بجرب خلاص وقت التجربه انتهى. بس هو بيحفظ اللعيبه المهام، يعني بدا يحفظ اللعيب. يعني هو مثلا الثلاثه الارتكاز، انت محمد صلاح بيدخل لجوه يبقى الطرف ده بيطلع لبره، بدا يحفظهم. يعني السوليه حتى بيعملها مع زيزو او حسين فيصل في كاس العرب اللي هو بيخش للعمق مثلا الارتكاز الثالث تاني بيطلع على الطرف، فانت دي محتاجه وقت يعني. بس انا شايف ان ده برضو الاختبار الحقيقي لكروش يعني طبعًا. ده كاس الامم ده الاختبار الحقيقي لكروش في الناس تحكم عليه بقى في البطوله، خصوصا كمان قدام فريق يعني انت ممكن معرض انك تلعبه في برضو الجوله الفاصله لتصفيات المنتخب النيجيري. يعني اللي فات حاجه، اللي فات حاجه واللي جاي حاجه ثانيه. طب طب من الاخر انت أكيد. انت هتحكم على كروش في البطوله دي. انت بقى معاك العناصر كلها الاساسيه، معاك السكواد كامل. عملت كاس بطوله كاس العرب دي كانت خير اعداد لان انت تتعرف على الاقل الجزء الدفاعي، وتعرفت على حارس المرمى وتعرفت على لعيبه الوسط، ولو انت جايب اصلا المحترفين جاهزين، يعني هم جايين كلهم نجوم في فرقهم، فانت جايبهم، فانت ده الاختبار الحقيقي لكروش. واكتسبت برضو بعض الاوراق زي عمر كمال، زي مهند لاشين، كسبت كام ورقه كويسه معاك اكيد المفروض ان هي تضيف لك في الفريق. ولكن الاكيد ان احنا محتاجين من كيروش في الوقت الحالي ان في مباراه نيجيريا يبقى بيدينا الاجابه على الطريقه المثاليه للمجموعه اللي معاك، وافضل توظيف للمجموعه اللي معاك دي في الطريقه اللي انت هتختارها، ان هو ده دور المدير الفني. عشان ما نخرجش من حته الحسابات ازاي، ان ساعات الناس بتسال يا جماعه واحنا هنحاسب كيروش ازاي؟ كيروش لسه جديد. هو لسه جديد، لكن بعد بطوله كاس العرب في وجهه نظري الشخصيه انت بقيت ملم تماما بكل الاوراق اللي معاك. لمن ببساطه عمر كيروش ما هيعلم محمد صلاح او مرموش او مصطفى محمد هيتحركوا ازاي، هو مجرد بس هيقول لهم خلي بالكم انا هنا بلعب بالطريقه الفلانيه اللي انتوا عارفين التكتيك بتاعها، فتنفذوا لي التكتيك المناسب للطريقه دي بالزبط. هو ده انا بتكلم عليه. لكن اكيد هو مش هيمسك محمد صلاح او مرموش او مصطفى محمد ويعلمهم ازاي يتحركوا داخل الملعب، لان دي مش من مهام المدير الفني للمنتخب، ده ربما يكون من مهام المدير الفني للنادي. صح. طيب غينيا بيساو اخبارها ايه؟ غينيا بيساو طبعا بيدربهم المدرب باسيرو كاندي. لو جبنا نستعرض برضو التشكيل بتاعهم، هم اللغه بتاعتهم البرتغال، فهتلاقي الاسابيع القادمه هنبقى نفصل بقى مش كده. اوكي، هم اللغه بتاعتهم البرتغال، فهتلاقي عندهم 23 محترف في اوروبا منهم 12 في الدوري البرتغالي. لغينيا بيساو طبعا البورت، طبعا هو في حراسه المرمى عندهم جوناس مندس في حراسه المرمى، نيجي للاثنين المساكين دجالو واوبا، الاثنين دول مساكين. عندهم نانو الباك رايت ده بيلعب في بورتو البرتغالي، قيمته التسويقيه 1.8 مليون. بالمناسبه محمد صلاح هو اغلى لاعب في البطوله، قيمته التسويقيه 90 مليون يورو، يليه ساديو ماني، يليه اشرف حكيمي، يليه ويلفريد نديدي، دول اغلى اربع لعيبه في البطوله. كاندي الباك ليفت برضو في الدوري البرتغالي، بيورا والفارو سيميدو الاثنين الارتكاز، كسامه ده صانع العاب كويس جدا. اللعيب بقى اللي هيبقى مفاجاه غينيا بيساو في البطوله من وجهه نظري ماما بالدي،
ده بيلعب اول مره يعني هيشارك في بطوله كاس الامم بجناح طروال فرنسي، لعيب كويس جدا الجناح اليمين اللي هو اسمه ماما بالدي، قيمته التسويقيه 4.5 مليون يورو، ده اغلى لعيب في فرقه غينيا بيساو. الجناح الشمال بتاعهم جورجينيو، وقدام طبعا فريدريك مندي المهاجم بتاع غينيا. يمكن غينيا ما عندهمش مشاركات افريقيه كتير عكس نيجيريا، غينيا تاريخها طبعا كله مشاركتين بس، يعني هم مشاركتين 2012 و2015 ووصلوا نص نهائي في 2015 في المشاركه الثانيه ليهم، عكس نيجيريا. نيجيريا انا بسميها اللي هي نيجيريا عاشقه المركز الثالث في كاس الامم بالمناسبه، يعني نيجيريا مثلا وصلت نص نهائي، نيجيريا وصلت نص نهائي 15 مره في بطوله كاس الامم. زي مصر اكتر فرقتين اكتر دولتين وصلوا لنص النهائي نيجيريا ومصر، بس نيجيريا من ال 15 مره خدت اللقب 3 مرات بس. اوكي، كم مره بقى المركز الثالث؟ 8 مرات. 8 مرات لنيجيريا المركز الثالث واربعه المركز الثاني. مين اقوى، نيجيريا ولا غينيا؟ نيجيريا طبعا، نيجيريا اقوى من غينيا. الرغم من هنا 23 محترف. بس غينيا يعني غينيا اولا مشاكل دفاعيه كتير، الاثنين المساكين واحد فيهم ما بيلعبش في نادي، واحد في البرتغال، مشاكل دفاعيه كتيره جدا. طيب يعني لا نيجيريا طبعا اقوى بكتير. اخيرا منتخب يعني مصر قادر على الفوز على المنتخب النيجيري يا كريم؟ طبعا قادرين، بس نشتغل يعني طبعا قادرين، وعندنا الاوراق وقائمتنا قويه جدا، ولكن محتاجين نشتغل ومحتاجين كمان ندرس المنتخب النيجيري كويس، ويعني نواجهه باللي هو يستاهله، ما نلعبش بدماغنا احنا. يعني تاني بكرر نفس النقطه اللي قلناها في كاس العرب، في بعض المباريات كان واضح جدا جدا ان كيروش عنده بعض العند في التمسك في بعض الافكار اللي هو مؤمن بيها. اوكي انت مؤمن بيها وبتشتغلها طول حياتك، لكن افرض ما تناسبش الموقف اللي انت فيه. هو ده بس اللي احنا بنطلبه من كيروش. احمد، اهم مباراه لكروش مع منتخب مصر في ولايته، مباراه نيجيريا. برافو عليك. ليه بقى؟ اولا انت لو ما كسبتش هتصعد تاني، هتبقى هتقابل الجزائر، فهتبقى الفرصه صعبه. لو كسبت هتبقى بدايه كويسه جدا، ان شاء الله هتصعد اول، هتقابل احسن توالد في الفرقه الباقيه. حتى لو وصلت نص نهائي وخرجت هيبقى الشكل مش وحش، الشكل كويس جدا ان انت وصلت نص نهائي وكان في مجموعه زي دي. عشان كده انا وبتديك دفعه، البدايه دايما في بطولات كاس الامم دايما لما بتبقى بمكسب بتفرق كتير قوي طبعا. عشان كده بشوفها اهم مباراه في ولايه كارلوس كيروش، في ولايه كارلوس كيروش مع منتخب مصر مباراه نيجيريا. وعايز برضه اضيف حاجه على كلام احمد سريعا، ان خصوصا نيجيريا فعلا ممنوع الخساره قدامها. ليه؟ ان لا قدر الله، لا قدر الله وخسرنا قدام نيجيريا، احنا بيديهم دفعه قويه علينا كبيره. العكس الكلام بقى، اذا لا اذا القرعه حطتنا مع بعض، تبص لقدام كمان، دي هتبقى وطبعا هتعمل حاجز شكي كبير مع المنتخب النيجيري. فنتمنى ان شاء الله المباراه دي ما نخسرهاش. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني ان شاء الله في كاس الامم الافريقيه. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كريم، شكرا جزيلا يا ابو حميد. ان شاء الله نتقابل الاسبوع القادم، هتشوف بقى. مش عايزك تبعت انا مسج. انا بعت مسج. انا بقول لك اهو، انا رقمي فيه 3. سؤال صعب كمان، خلي بالك سؤال صعب قوي. اسال سؤال. انا بشكركم شكرا جزيلا، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. النهارده كان على الارقام الامام او اللي هتنزل لحضراتكم خلال الايام القادمه، 0909500 اتكلم من اي رقم ارضي وجاوب على سؤال الحلقه او سؤال هذا الاسبوع، اين سيقام كاس العالم 2022؟ ابعت رساله على 1795 او على اي رقم ارضي، اتصل من اي رقم ارضي على رقم 0909500. بدانا من نص ساعه او من ساعه لغايه ان شاء الله يوم الاربعاء القادم الساعة 11 بالليل، إن شاء الله يكون معنا الفائز الثاني بمسابقة الأهلي في المونديال، ويكون معنا على الهواء مباشرة زي ما عملنا النهاردة. وأشرف أحمد زكي هو الفائز الأول في مسابقة الأهلي في المونديال. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله ألتقي مع حضراتكم يوم الأحد القادم وحلقة جديدة من البيت الكبير.